رجعنا من جديد في سبور ميكس حتى النصف ونص مواصلين باش نحكيو على النادي الفريق اللي قاعد يجهز الميركاتو الشتوي من طول. تصيرت بدات مع لاعب فهد المسماري لاعب منتخب ليبيا لاعب عنده مهارات محترمه جدا. احنا حسب مصادر متاعنا انه فما تصيرت بين النادي الافريقي وهو السيد رئيس النادي نجيب الورفلي نادي التحدي الليبي اللي يلعب فيه اللاعب هذا. باش ناخذوا بعد شويه باش يكون معنا بالتليفون سيد نجيب الورفلي باش ناخذوا حقيقه صارت هذه بين التحدي الليبي واللاعب فهد المسماري وكذلك النادي الافريقي. على كل بعث لكم فيديو باش تفرجوا فيه اللاعب هذا. خلينا ناخذ رايك فيه سيد علي اللاعب هذا. والله انا شفته حسب الافلام اللي شفتها في جوجل وفي اليوتيوب بصراحه عنده فرديات ممتازه. تفكر كنا في ذاعة أخرى أنا وياك ووريتني كوزومبي كين زومبي قلت سكات مانيكو عليه لعبت كلها يتمانيكو عليه فهمتش علاش شو قلت أنت؟ قلت ملاعب يشبه في لعبه السكة بتاع الأرسنال وشفته الراجل كي خذها فرصته مليان كورة توا زاد الملاعب هذايا عنده برشا كورة ذاكر وشفته يدخل الانتريور واخده وتفنيات ويسجل 20 عام بصراحة عنده برشا كورة خصوصي يعني أتلتيك مو حلو بدنه كامل ما حكاية الراس ما شفتوش يضرب الراس مليح يلعب زو ساقين بالكدا يدخل الانتريور يتركز ويمشي ويعمل سنتراج أنا شفته يعني بصراحة فينو في الله كوارشي شايخ كورة. خلينا ناخذ حقيقة السيد هذه مع ضيفنا السيد رئيس نادي التحدي الليبي نجيب الورفلي اللي موجود معنا بالتليفون. سي نجيب مرحبا بك. مرحبا بك انا وسهلا بك خويا كريم شو حالك؟ شكرا لك سي نجيب. معنا السيد علي الكعبي اسطورة المنتخب التونسي ونجم منتخب 78 ايضا زميل الاعلامي حسن الغربي وكيل اعمال اللاعبين ذاكر الويتي وايضا اللاعب السابق للنجم الساحلي مروان تاج في البلاتو. رحب بك من جديد سي نجيب وحبينا ناخذ من عندك حقيقه الاتصالات بين النادي الافريقي واللاعب فهد المسماري اللاعب الدولي الليبي واللاعب معكم في نادي التحدي. مرحبا بالاخوه الكرام مرحبين بكم اهلا وسهلا بكم. بالنسبه للعرض النادي الافريقي التونسي اتصل بي شخصيه محترمه اللي هو رئيس النادي الافريقي تواصل معايا بخصوص اللاعب فهد المسماري ومن اساس نسمع العرض من النادي الافريقي ونحن الان يعني في انتظار العرض باذن الله تعالى من النادي الافريقي. معناها فما امكانيه للتفريط فيه للنادي الافريقي في فتره الانتقالات الشتويه؟ والله على حسب رغبة اللاعب وعلى حسب الإمكانيات النادي التحدي يعني وإمكانيات النادي الإفريقي للتحدي يعني شوفوا شنو اللي يقدر العرض يقدر لنا حسب اللاعب يعني هو في الأول والأخير رغبة اللاعب يعني. هو يبدو أنه اللاعب عنده رغبة كبيرة أنه يجي معناتها يخرج من غادر النادي التحدي ويخوض تجارب أخرى خارجية. أنا حكيت هكا خاطر عنده يبدو أنه عنده عرض آخر كبير من فريق الزمالك المصري واللي هو واحد من فرق الكبيرة في إفريقيا أيضا. والله انا ما عنديش اي مشكله بكل اللي هو يرضى به اللعيب بنادي الافريقي بنادي الزمالك نحن كاداره نادي يعني كما تقول موافقين على اي حاجه وفي نفس الوقت نحن حتى نحن قلنا للعيب انك انت لازم تركز يعني في الموسم هذا انك انت لعيب كبير ولازم تبان مع التحدي وانت بن في البطوله اللي فاتت ويركز في المباريات ويمركز في الدوري لان الدوري على الابواب ان شاء الله باذن الله تعالى وممكن حتى يصنع نجمه اكثر من هيك يعني. انا عملت شويه بحث سمعت حتى اللاعب معناها امور الماديه معناها نقولوا بالتونسي لاباس عليه معناها يخمم في مشروع رياضي يبدو انه اكثر باش يطور امكانياته اكبر هكا ولا هكا اللعيب امكانياته كويسه وفق لعيب مثقف ويجيد اللغه الانجليزيه ولعيب كان في ميتاريجو يلعب برا وجاء مع التحدي ولعب مع المنتخب ولعيب امكانياته طيبه ومؤدب مؤدب واخلاقه عاليه. قديش حددته سعر اللاعب؟ والله نحن قلنا نسمع العروض والله احنا ما حددناش بصراحه بالنسبه للنادي ما حددناش اي حاجه يعني قيمته التسويقيه العرض نسمعوه نعرضوه على اللعيب ونعرضوه على العائله نتاعه ونشوفوا اللي فيها خيره لها ربي يجيبها لها. هو فقط الاتصال بينك وبين سيد هيكل الخير رئيس نادي الفريقي كان فقط جس نبض المعرفه هل انكم موافقين تفرطوا فيه ولا فقط هذا هو؟ بالضبط 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 هو قال لي حب ان هو يسمع مني وانا قلت له ما عندي شيء مانع بك واحد حسب رغبه اللعيب وشوفوا انتم امكانياته ودونا العرض نتاعكم ونحن اللي فيها خيره ربي هي اللي سمينا حسن الغربي حبيت فعلا مرحبا استاذنا شنو حوالك مرحبا بيك
مرحبتين بك يا عايشك بارك الله فيك. شوف انا حبيت نسال يعني انت تحكي في حديثك تو مع صديقنا وزميلنا اسلام تحكي برشا على العرض 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 انتم هل في الاتحاد في التحدي حاطين يعني حد ادنى نتاع العرض اللي ممكن تتنازلوا على تتنازلوا عليه مع اللاعب سواء للافريقي او للزمالك يعني انتم حاطين يعني وضعتوش يعني حد ادنى نتاع قيمه تسويقيه ماليه للاعب هذايا في الوقت الحاضر؟ لا والله بأمانة أقول معك صريح نحن ما حطينا شيء قيمة بك يعني يعني حطينا نحن أي عرض يجينا نحن نتفاوض مع النادي اللي هو يبيه في نفس الوقت اللاعب له الخيار يعني هو والعائلة بتاعه لأن العائلة هي اللي تملك القرار بتاعهم إذا كان نحن نعرضه عليه نقول له جانا نادي الإفريقي جانا نادي الزمالك جانا نادي أنا حراوة حتى فهد عنده عروض محلية يعني من الدوري المحلي لكن مازال يعني كما نقولوا عروض عالية يعني يعني بالنسبة للعروض اللي حصلناها من الأندية اللي في داخل ليبيا عروض ممتازة جدا 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 لكن أعتقد اللاعب عنده رغبة أنه يطلع يلعب يحترف يعني. تجربة علي يوسف تنجم تخليه يشجع على القدوم للإفريقي خاصة يلعب مع بعضهم في المنتخب؟ والله ما شاء الله تبارك الله علي يوسف النجم ساطع ولعيب واعد ولعيب منتخب ليبي ولعيب يعني مستواها عالي جدا جدا وأثبت أنه هو لعيب من طراز الأول ولعيب ما شاء الله عليه وربي يحفظه يعني هو ممكن يتشجع لأنه هو صديق لعلي يوسف يعني بيه هل صديقنا ذاكر الوقت يحب يتفاعل معك عايزة سيد الرئيس ما خير تفضل مرحبتي أخويا نحوالك نبيس حاجة بركة نقولها لك الله يبارك فيك في عايشك في العلاقات ونادي التعاون اللي نعرف النادي الليبي التحدي يا ربي برشا نوادي في ليبيا معناتها الكرة تطورت كثير في ليبيا بالرؤساء بالمسؤولين بالمستوى نتاع الكرة الليبية حاجة بركة انا بالخبر هكا نصيحة خاطر اللاعب تو اليوم خرج جسمه ما تخلي حتى طرف بينك وبين سيد الرئيس هيك التخيل يدخل في الموضوع هذا والعلاقات تكون طيبة وتبادل معناتها الاتفاقية تصير ومعناتها النادي الافريقي تعاون باللاعبين النادي متاعك وانت معناتها تكون ضيف في تونس لانه تولى الاسم باش يخرج راه بيجيك برشا هواتف خارجة عن نطاق ولذا خلي الموضوع مسكر بينك وبين الرئيس والعائلة اللاعب واللاعب. شكرا بارك الله فيك على النصيحه ولكن برضو حتى نحن عارفين احنا طالما الرئيس اتصل معنا مباشر مستحيل ان ندخل طرف يعني في الموضوع يعني فهمتك فيه طرف دخلت كم طرف يدخل لكن انا يعني طالما الرئيس مباشر اتصل معايا انا علاقتي مع رئيس النادي الافريقي مباشره ان شاء الله شكرا لك موافقين خويا يعطيك الصحه السيد نجيب الوفلي رئيس نادي الاتحاد الليبي على تدخلك معنا وعلى كل هذه الايضاحات اللي مددنا بها شكرا شكرا بارك الله فيك والاخوه الكرام معك مشكور